وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس جاد وأفراس السنتين التي لم تربح بمشاركة 13 رأس بعد انسحاب أو عدم مشاركة كنارة من دخول جهاز الانطلاق بمشاركة الأسعد هوام الأمس للشرج وارتغيات برقشي وفطنولة الأصوك الأيمن الجنادري طيب إبصار وأحلام لزوم والتقدم لإبصار في المركز الأول كما نتابع والأسعد يأتي في المركز الثاني ومحاولات أيضا من الأيمن في المركز الثالث ومحاولات طيب تأتي في المركز الرابع أيضا محاولات من الأبسل والتنافس والتقدم لإبصار في المركز الأول مع محاولات الأسعد والأيمن في المركزين الثاني والثالث ومحاولات تأتي من الشرس الآن مع المنعطف في الأخير جهاد السنتين تتنافس لتسجيل الانتصار الأول في سجلها وإبصار والأسعد والأيمن إبصار يبتعد بطولين الآن عن صاحب المركز الثاني والثالث إبصار للمركز الأول مع لويس موراليس والمئتين متر الأخيرة إبصار للمركز الأول الأيمن للمركز الثاني الأسعد للمركز الثالث إذن إبصار يختتم هذا الشوط بتسجيل الانتصار الأول في سجله إبصار المشاركة الثانية لتامر عبد الله أحمد الكنهل.